هذا والتحرش يعني تزامنا مع الحادثه اللي حتى بيضر يحاول يعتبروها مش حتى انتحار، هي حادثه، هي حادثه قتل يعني مع سبق الاضمار والترصد لشاب معطل عمله ومخرط في المكتب الجهوي اتحاد معاطي العمل. الشاب هذا تهضم حقه في المناظرة المعروفة يعني في كوني غالو يعني، واللي تم تغيير فيه القيمة الاسمية كان اسمه موجود فيها يعني بالتحالف نسميها انا بين المال والسياسة. النائب عن جهة القاصرين غير الاسماء، اختار انه هو هذا يقتل. رضا اليحيوي هو تقريبا هو كل معطل عمل يعني، رضا اليحيوي هو كل معطل في تونس يعني، متخرج من سنوات عمر قضاها في البطالة واختار انه ينهي حياته، لكن انهى الحياة نتاعها هو يعني البطالة والفقر وهذه والفساد والمحسوبية اللي اكثر من مرة ادعانا ليه وقلنا راهي تنقرها ملف البطالة. هذه حركة أولى يعني بانتظار تحركات أخرى أكيد جدا، الجهات باش تنتفض. اليوم مؤشرات تقول أن فما يضرب عام في جهة القصير، باش يصير اجتماع إن شاء الله اليوم في المكتب الجهوي اتحاد الشغل باش يقر فيه يضرب عام في القصير. أكيد أن فتيل الحركة الاجتماعي يعني سيشمل القصير، سيشمل سيدي بوزيد وقفصة وقابس وغيرها من المناطق الأخرى. يظل يحيى وهو مفروز أمني كغيره من مجموعة المفروزين الموجودين في يضرب الجوع في مقر الاتحاد عام طلبة تونس، وننتظر في تسوية إن شاء الله من رئاسة الحكومة. المطلب الأساسي هو حق رضا وحق كل المفروزين الأمنية وحق كل من الناس اللي طالت بطلتهم، إذا من أجل عودة ملف التشغيل ورفع شعارات الثورة الأولى اللي هي الشغل والحرية والكرامة الوطنية وتشغيل استحقاق عصابة السراق.